وبكل أسف فإن فشل جولتي المفاوضات التي جرت بين الحكومة والمعارضة في جنيف يستدعي منا جميعا إعادة تقييم الموقف إزاء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة الذي بني على ما جاء في بيان جنيف الختامي في 30 يونيو من عام 2012. لأنه يبدو، وأرجو أن أكون مخطئا، يبدو أن فكرة التفاوض حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تعترضها الآن العديد من العقبات، مما يدعو إلى القلق البالغ والأسف الشديد، لأن فشل جهود الحل التفاوضي تتزامن مع استمرار أعمال العنف والتدمير بكل ما تخلفه من ضحايا وتدمير لمقومات الدولة السورية، وتفاقم معاناة المواطنين السوريين الذين يتعرضون للقصف الجوي والبري والمحرومين من الغذاء والدواء وحتى الماء